صباح الخير مشاهدينا، هذه جولة سريعة في صحفنا الصباحية لهذا اليوم. نبدأ أولا من صحيفة الزمان العراقية. خبراء يؤكدون على ضرورة مراجعة الاتفاقية العراقية الأمريكية ويصفون الأمر بالضروري. النزاهة البرلمانية مهمة المحققين الدوليين تراجع ملفات فساد عام 2003. مجلس الوزراء يعد البصرة ب 24 ساعة كهرباء، إذ وعد مجلس الوزراء محافظة البصرة بتزويدها بخدمة الكهرباء لمدة 24 ساعة يوميا، مشيرا إلى إصدار قرارات لتفادي تلكؤ المستشفيات. وأكد بيان أن مجلس الوزراء ناقش في جلسته موضوع تلكؤ المستشفيات وأقر بتعليمات لتفاديها، مضيفا أن المجلس وعد البصرة بتزويدها بخدمة الكهرباء لمدة 24 ساعة، مؤكدا أن البصرة تزود الآن ب 22 ساعة في اليوم الواحد. وفي سياق مفصل أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال جلسة مجلس الوزراء، أكد أن الحكومة العراقية تسعى إلى تحسين العلاقات مع السعودية وتنتظر خطوات إيجابية إزاء البلد. ننتقل إلى صحيفة الصباح الجديد، وكتبت في عناوينها: القوات الأمنية تطبق حصارا كاملا على ناحية القيارة وتحرر 4 قرى. وزارة التعليم العالي تعلن ضوابط وشروط القبول للسنة الدراسية 2016-2017. قلعة إربيل تعانق أهوار الجنوب في ندوة ثقافية، فقد نظم البيت الثقافي في إربيل وبالتعاون مع الهيئة العليا لإحياء قلعة إربيل، نظموا ندوة موسعة حملت عنوان قلعة إربيل تعانق أهوار الجنوب على قاعة المنظمات غير الحكومية. حضرها رئيس الهيئة العليا لإحياء قلعة إربيل دار اليعقوبي ومسؤولة التراث والثقافة في مكتب اليونسكو في إربيل الدكتورة مي الشاعر، وأيضا جمهور واسع من المختصين والمهتمين. استهلت الندوة بكلمة رئيس الهيئة العليا لإحياء القلعة الذي استعرض خلالها لمحات عن تاريخ قلعة إربيل الأثرية، مبينا الدراسة المتكاملة المقدمة بالتعاون مع منظمة اليونسكو. في الصحف العربية اخترنا لكم صحيفة العرب، فكتبت: فتح باب الترشح لانتخاب مجلس نواب الأردن 18. 3 ميداليات جديدة توشح صدور العرب في الأولمبياد لكل من الجزائر والبحرين والكويت. المخدرات الإيرانية تغزو مدينة البصرة. ماذا تبقى من أسلحة طهران لتدمير العراق؟ الكريستال الإيراني هذا اسمه المحلي، وهو محور حرب جديدة في جنوب العراق. فقوة مكافحة المخدرات في البصرة تقاتل وحدها ضد اجتياح عقول المراهقين، حيث تكافح القوات العراقية في مدينة البصرة كميات كبيرة من المخدرات التي غالبا ما تتسلل إلى العراق عبر حدودها مع إيران، وتسببت مؤخرا في تحول مراهقين كثيرين من تناول مشروبات كحولية إلى تناول مسحوق أبيض بات يحظى بشعبية كبيرة في المحافظة. وكل سبت تصطف نساء يرتدين الملابس السوداء التقليدية في صفوف أمام مركز شرطة البصرة الذي يضم قوة مكافحة المخدرات لمعرفة مصير أبنائهن. أخيرا في الصحف الدولية اخترنا صحيفة الواشنطن بوست: التطبيقات والهواتف الذكية تقلص إبداع مستخدميها. غياب متاجر الأغذية الطازجة يزيد من أمراض القلب. وأخيرا في تحقيقنا: جفاف العين يؤدي إلى البطء في القراءة، حيث قال تقرير جديد إن الأشخاص الذين يعانون من جفاف العين يقرؤون بشكل أبطأ حتى إذا كان حدة أبصارهم عادية. ويقول معدو التقرير إنه ربما أصبحت سرعة القراءة وسيلة لقياس الإعاقة الوظيفية التي يسببها جفاف العين. وقالت الدكتورة أيسن كي مديرة مستشفى أمراض العيون وجفاف العين في معهد ويلمر أنه حتى على الرغم من أن حدة أبصارهم عادية، ففي خلال اختبار قراءة استغرق 30 دقيقة قرأ المرضى المصابون بجفاف العين بشكل أبطأ من العادي، سواء جهرا أو صمتا، مضيفة أن هذه الدراسة قد تؤدي إلى تقييم أكثر دقة لأعراض المرضى وعلاجا أكثر إنسانية. هذه إذن القراءة السريعة في صحفنا الصباح لهذا اليوم، ونعود إلى محمد وتكملة البرنامج الصباحي. شكرا نادر.